المشاهد اللي بتشوفيها بالحرب هي بتضل بذاكرتك ما تخرجش، حتى في حلمك تجيك. طفولتنا المشكلة إنها بدأت يعني من بداية طفولتنا على مآسي، حروب، دمار، يعني ما عشنا شيء اسمه طفولة أبدا. أنا أول مرة أطلع من البلاد، يعني من اليمن بشكل عام، حتى في الغربة، يعني الغربة صعب لما يكون الإنسان لحاله هنا. أحلم دائما إني أشوف اليمن إلى النصر، وأشتاق اليمن بقوة. ضحايا اليمن كثر، يمكن الشعب اليمني كله ضحية هذه الحرب.